عليكم، معكم مدام العراقي، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. من امتلك شيئا أهانه، هذه مقولة تنقولها دائما، هو أن الإنسان اللي تتكون عنده شي حاجة ما تعطيهاش قيمة. وصلنا أننا تنستهون بزاف الحاجات اللي تنملكها من نعم الله كثيرة وما تنهتموش بها، وتنقول بأن أنا تخد بازيك عادي. أنا هما كيكونوا واحد الحويجات اللي هما مصيرية في حياتنا، اللي هي كتحدد مثلا الشخصية ديالنا. بزاف الناس كتلقاهم كدير معاهم تيقول لك انا ما تنقدرش نهضر مع الناس، جون بابا، ما تنقدرش نتخاوض، تنحشم، تنحس بضعف، تنحس بنقص. بزاف ديال الحوايج كنحس بهم ملي كنجي نتكلم، يعني ماشي مهمة سهلة، ماشي حاجة سهلة. إلا كانت عندك باغ اكزومبل نتا حاجة سهلة أنك تهضر مع الناس، لاخر ما عندوش. وكاين اللي يمكن له يهضر مع صاحبه، ولكن ملي كيجي العمل باش يقلب على وظيفة ويكون عنده مقابلة عمل كيتبلوكا له لسانو. إلا كان غادي عنده شي حاجة غادي يقدمها تيتبلوكا له لسانو، إلا كان ميموار دو فان ديتود تيتبلوكا له لسانو. إذا الإنسان ما تيقدرش يعبر على راسو. كنقولو بأن هذاك الإنسان دائما ضحية ظروف ديال الحشمة، ديال عدم الثقة في النفس، ديال بزاف حاجات. أول نصيحة هو أنك تثق في نفسك وتحبب في نفسك كما هي، وبيان سيغ تخدم على تصلح شي حويجات منك. هادشي ما كان مما لا شك فيه. ناخذو حنا اليوم لا كومونيكاسيون فيربال، اللي الاليه الرئيسيه اللي هي كدوز عن طريق الصوت. الا جينا نخمو شحال هادي كانوا الناس كيتواصلوا بالصوت، ما كانت لا كتابه لا حتى حاجه. بغينا تلف شي حد تيعيطو للبراح، تيخرج كيدور في الدروبه بالديور، تيقلب تيغوت تيعيط للناس، فوالا دو بوش ا لوغاي، هذا تيقول لاخر تيسمع. اذا سي توجور لا فوا اي ليكوت، جوج الحوايج كيمشيو اون بير اي باراليل. هادي وحده. مثلا في بيان سور الاقامه، الصلاه، الدعاء، اي حاجه كتمشي عن طريق لا فوا. بغينا نهضروا مع العائله تنعيطوا لهم، تمشيو عندهم تنتكلموا معاهم. اذا كاين واحد التواصل عن طريق الصوت. بيان سور لي بيرسون اللي ما عندهمش عندهم مشكل ديال الصوت، كاين اليات اخرى كيتواصلوا بها. حنا كنهضروا على لي بيرسون اللي كيمتلكوا هاد اللي عندهم الصوت. تري بيان، حنا تنقولوا بان اليوم ولينا نقلبوا على شي حوايج هما اصلا فينا. كيفاش حنايا عاقلنا الله مثلا الصوت واليوم تنبحثوا عليه؟ كنبحثوا عليه، وي اون اي كونطران دو شيرشي نوتر فوا. علاش؟ لان اليوم دخلوا واحد الاليات اللي بقات كتنقص من الصوت ولا من استعمال الصوت، حتى ولا الصوت شيء مفقود. نفسركم مثلا ناخذوا هي العائله، سي تري غار و تو بارلا كيلكان، ولات عندنا من من شيء طبيعي انك تبدا تصيفط لي لا فامي، اي سي دوماج، ان تيكستو. كتصيفط ان تيكستو مكتوب سلام، صباح الخير، مساك الله بخير، جمعه مباركه، اي ذات سينا سي بون. زعما ها انت كيب تاتش، انا معاك بالصيله، راني كنفكر فيك انت كتفكر فيا. صافي، شحال هادي سي امبوسيبل. كتفكر فيا يعني كتشوفني، تنشوفك، تتحس بيا، كنحس بيك، اي تنتكلم معاك. من لافوا ديالي كتعرفني واش مريض، من لافوا ديالي كتعرفني واش طايرلي، من لافوا ديالي كتعرفني واش خاصني شي حاجه، من لافوا ديالي كتعرفني واش عايشه مشكل، من لافوا ديالي كتعرفني واش مرتاحه في حياتي ولا لا. فما بالك التكستو ني جامي ريبريزونطاتيف، عمرو ما تيبين لك الوضعيه والحاله ديال الانسان. علاش؟ ناخذ ميدان العمل. كون كان تيكستو ولا لو تيكست ولا لو ميل ولا لو كورييل تيعوض لا فو، ما كناش نعيطو الانسان بور لونتروتيان. صافي اون لي سو كونتونتي ديال لو سي في، اللي هي سي لا كومونيكاسيون نون فيربال، وهي توت لي زانفورماسيون ديال من ديال هذاك الانسان اللي غنجيبو نخدمو. ولكن اليوم بغينا شي حوايج اكثر من لو سي في، ما بغيناش اون سيتاسيون كرونولوجي، ما بغيناش انسان سواء يجي يعودنا هادشي او نشوفو. حنا خصنا نشوفو لا فوا دو سيت بيرسون. ولينا كنبحثو على لا فوا لاننا افتقدناها في هاد العالم التواصل الالي، افتقدنا اللي هي واحد الهبه ربانيه، ولينا تنق
قلبه، حتى بدا انسان اللي تيبغي يهضر تاي يتعطل تي اي لي اون طران دو بيغي تي تفتف تي وقع له لا سوير اي سي لو تراك. اذا ولا لو تراك اول ما تيعطي دقه تيعطي دقه لا فوا، كتحس بان لا فوا اي سيش، كتحس بان لا غورج ديالك اي سيش نوي، كتحس بواحد الاحساس اللي كيجعلك انك ما تهضرش. سير الى وصلتي لدرجه انك اوتو ايفالو، يعني انت كتقيم نفسك وتقول بانني انا ما تنقدرش نهضر مع الناس، كيتحبس لي رقي، ما تنقدرش نعبر، يعني سي ديجا بيان، راك عرفتي الداء وكتقلب على الدواء. اذا اليوم ما غنشوفوش علاش وكيفاش هذوك مختصين اللي عندهم اهل مكه ادرى بشعابها، اليوم غنعطيو كلكو زاستيس نتحدثو مع راسنا باش هاد لا فوا تخرج. هاد لا فوا باش تخرج خصك تهضر مزيان. انتينا اليوم عندك ان اونتروتيان دومبوش باغي دوز، وانت انسان كومبيتون عارف المسائل ديالك، مدوز دي ستاج دي فورماسيون، و الا حطيناك في الخدمه بلا ما ندوزوك بديك لونتروتيان دومبوش tu vas être bien c'est sûr. غنعطيك نقول لك صوب لي هاد لا باز دو دوني، او صوب لي هاد لابليكاسيون، او صوب لي هاد لو بيلون، او صوب لي هاد لا بوبليسيتي، كلكو سوا الاتجاه ديالك راك غادي تدخل. ولكن كاين اللي هذاك لو ترومبلان فير ديك الخدمه، يعني لو فيت انه يدوز من ديك القنطره ديال لو ريكروتور، كتكون عطره كبيره وتبدي يبان له ماشي ان بتيت باس، تبدا يبان له الجبل وما ادراك. اذا كيفاش هاد السيد غيدوز هاد الجبل؟ تخيل اول حاجه الا كنتي عندك ان اونتروتيان دومبوش، خاصك ما تقولش انا عارف وانا فاهم، خاصك تخدم على الماده الخام ديالك اللي هي الحوايج اللي غتقدمهم. قبل ما تخلع من هذاك لما غنعرض خصني نكون واثق ومتمكن من لا بريزونطاسيون ديالي 100% متيقن منها. الى عرف الاسئله ونعرف الاجوبه ونخدم عليهم ونهضر بهم، ما يسوفي با نقراهم ونعاود نكتبهم مع راسي، نو غنشد بحال اللي كندير دابا، انا ندير كاميرا قدامي و جو في مو فيلمي، جو في ريبيتي لو ديسكور ديالي، فيلمي راسي ونريبيتي. انا هو اول ناقد نفسي، انا هو اول ناقد نفسي، غنتسلط على ديك الفيلم ديالي وغنشوف لراسي جو بو كريتيكي، تنقول ما كانش خاصني ندير، ما كانش خاصني نقول، تفتفت هنا، درت هنا، ما تنفستش هنا. تخي بيا هضرت على التنفس، اول سلاح لا فوا هي لا ريسبيراسيون، يفو تخافي نوت ريسبيراسيون بور بوفوار بارلي أليز، كتشبع بالثقة وكتشبع بالتنفس وتيمكن لك تهضر مزيان. إذا جو في مو فيلمي، نعود حنا دائما في لو باركور سكولير ديالنا ملي كنا صغار تنخدمو على برودكسيون إكريت، كيدير إنشاء تيمشيو معاك من الإبتدائي وهما كيفاش تجمع الجمل وتعطوك لي لينك ديالهم باش تجمعهم، في التالي تيخليك فراغات كبيرة باش تينا تقلب على كلمات، تالي تيعطوك موضوع وممكن يعطوك المقدمه وتينا تقلب على العرض وعاطينك الخاتمه، في تالي كيعطوك السؤال ودي الموضوع. اذا كنخدمو على ليكسبريسيون اكري، اي او نو كان كان نتحدى اي حد يقول لي باننا في صغرنا خدمنا على ليكسبريسيون اورال الا كانت خطا. ما كناش كنخدموا على ليكسبريسيون اورال، ما كناش كنهضروا على التعبير الشفوي، ما كناش كنخدموا عليها، والان ولو كتخدم عليها سي تري تري رار اي تري تري مينيم، قليل تنشوفوا ليكسبريسيون اكريت كيتكتب ما ديرش ليها. ولكن حنا اجوردي اون ا بيزوان دو جيري نوتر ايماج ا ترافير ليكسبريسيون اورال، حيت الانسان ملي كيكون فشي مجلس وتيهضر كتزيدو قيمه على قيمه ملي كيعبر، ملي كيحط الامور في بلاصتها، ومن الصوت ديالو المخارج الحروف ولا توناليتي دو فوا، حتى لا فوا راها ما كتمشيش بان سول ريتم، بحال المغني اللي كيعرف كيدير يلعب بالمقامات نفس الشيء. راه علاش كنقولوا اون فراز انتروغاتيف، فراز امبيراتيف، لي تيب
دو فراز لان علاش كاين فيها لا بونكتواسيون و اون فونكسيون ديال هذيك لي تيب دو فراز بونكتواسيون تنتا كتمشي معها بلا فوا ديالك تنعرفو ملي كيكون السؤال كنطرحوه اترافير نوت فوا و كنعرفو ملي كيكون التعجب كنعرفو كنتعجبو à travers notre voix. Quand on veut annoncer quelque chose, on déclare quelque chose, ça ne déclarera l'expression écrite à travers la ponctuation ou l'expression orale par l'ilqa. Et donc, elle dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit que tu as confiance en lui. Mais si les radis brident avec ou les critiquer juste ni كتهضر تيقلبك على شي بوين نيجاتيف هي باش يطيح لك المقاديف ديالك ويلقى لك tu as dit ça juste باش يدمرك لا شوف شي حد سيمباتيك في داركم اللي معلم يفهمش لو كونتوني يفهم لو كونتونون معلم يفهم شنو كتقول يعرف من الحركه ديالك واش تفتي تفتي انا كنعرف ناس زمان كانوا تعرضوا ولادهم القران من طريقه ديال الهضره تعرفوا واش حافظ ولا ما حافظش واش كيتعطى واش عنده سلاسه واش اذا خص يكون عندكم هاد الذكاء بان تعاود وتعاود وراه في لا ريبيتيسيون بحال ما لا ميم شوز في لي مات سي دي زيكزيرسيس لا عاودتي تو فا بيرفيكسيوني لي شوز تري بيان ايضا حنا اليوم نحاولوا نخدموا هاد لا ديمونسيون اورا علاش كنقولوا بان هاد لا فوا اي لي بيرتينونت اي اي لي امبورطونت حيت هي اللي كتعطيك لا بروميير امبريسيون كي انت في ان انتروتيان دومباش وقلتك بريزونت toi ou bouditi entre ta langue ou entre tes dents ou là tu perds les mots ou là que tu dois ou que tu ne fais jamais ou la chose tu ne fais ou mets-toi à l'aise ou d'ailleurs maintenant pour le client dit que le recruteur c'est pas un monstre ou il est à la recherche d'un profil ou t'es à la recherche d'un emploi ou tu clubes ou tu تنقلب صافي ما نتخلعش منه باش ما نتخلعش منه ندخل نبودر عليه كما باسكو انا عارف نو ندخل وانا الا كنت غادي نبين له لي زابدو ديالي سي لي كومبيتونس ديالي اوجوردي شنو عارف وشنو فاهم وكندير بريزونتي لا بريز دو بارول هي لا بريز دو بوفوار ولكن ماشي هي لا بريز دو بوفوار سور كيلكان بالعكس سي لا بريز دو بوفوار سور سوا ميم خصك تعرف اليوم La voix, il y a notre personne invisible. Il y a des fois qu'elle se met chez une scène, blâme de chauffant, ou qu'elle trahit le chassier, ou qu'elle tapait au haut du climat, ou là qu'elle te dit qu'elle a l'impression qu'elle est à travers sa voix. Et donc, la voix, où elle dit que le bruit qui identifie quoi? Il identifie notre personnalité. Où elle est qu'elle la personnalité d'Yana. La voix, c'est pas parler fort, c'est pas crier, c'est juste occuper l'espace, c'est exister. À travers la voix, tu as la voix, elle est nani, moujoud, elle est nani, je suis une personne présente. Si je suis présente à travers mon regard, la posture, l'imchia d'Yali, la haraka d'Yali, la gestuelle d'Yali, encore mieux, je suis présente à travers ma voix. Ouais, mais elle est là, ma voix. La voix qui t'appelle Tika ou qui t'appelle Emel, qui t'appelle l'assurance. L'assurance, c'est que tu as avec confiance. La confiance physique, c'est Tika. Je sais qui me voit, ou la confiance émotionnelle. Dégager واحد لا بون امبريسيون الى اليوم عندك واحد الاليه هي ربانيه ما شريتيها ما بعتيها هو الصوت اذا ما تحاولش تدفنو وتعطي لراسك واحد ليماج هي كي تابارتيان با انت اللي لبستيها لنفسك بلا ما تشعر حاول تزول ديك القناع ديال الخوف حاول تخرج لا فوا ديالك اللي اليوم كنبحثوا عليها اي سي دوماج هو حاجه عندنا عطاها لنا الله يعني ما
خصنا نبحثوا عليها ولا ندوكم مجهود عليها، موجوده اليوم بغينا ندفنوها. علاه؟ بالعكس، نخرجوها للحياه، نحيوها لبخرة، نسقيوها بالمعلومات بالثقه، وهذا هو السلاح الاول اللي يمكن لك تستعمله باش تكون عندك ثقه في النفس وتقدر تواجه الناس. شحال من واحد مشى للبنكة وهو عنده الملايين، ومني تيمشي باش يحل ان كونط ما تيعطيوهش قيمه، ما حتى كيعطيوه قيمه الا قلب بدا بالاول وكتب لهم قال لهم جيت نحط مليار، غير يعطيوه قيمه بعد لما يهضر بعد لما يلبش. ولكن اليوم مني تندخل للبنكة وكنهضر بواحد لا فوا بوزي وتنبيه، راه غيعطوني اليوم قيمه قبل ما يعرفوا لو شيفر اللي غادي نحط. راه بزاف ديال المجالات راه يمكن تكون انت هو البروفيسور ديال لي بروفيسور، ولكن لا فوا ديالك كتعطيك قيمه وكتعطيك هيبه. اذا لا فوا ديالك هي كيفاش تحطها كونت لو فو على حسب لي سيركونستانس وعلى حسب لو سوجي. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ودائما لا فوا ديالكم تكون باينه وواضحه وهي كتعبر عليكم على شخصيتكم. مدام العراقي اللي كتحبكم، ما تنساوش دعموني باللايك بالكومونتير، وبيان سور بارطاجيو. اللي ما ابونيش يتابونا. مرحبا بكم في لاشين يوتيوب إلهام عراقي.